الحجز الصناعي ولا الترم الصناعي؟ لا الترم الصناعي. هي القضية النهاردة كانت أول جلسة، القضية اللي كنا رفعناها لعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة لأنها أحكام منعدمة وليس لها أي أثر في مواجهة أحكام الإدارية العليا والقضاء الإداري، وبالقضاء بالاستمرار في التنفيذ في أحكام الإدارية العليا والقضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير. المحكمة النهاردة دي كانت أول جلسة. هيئة قضايا الدولة طلبت أجل بعد المحكمة ما سمعت ورفعتنا، لكن احنا صممنا على حجزها للحكم. المحكمة استجابت لطلبنا وحجزتها للحكم يوم 6/6 بإذن الله. طب يا ريس، يعني معلش الموضوع هيبقى كل شوية ما بين مجلس الدولة طلع حكم، الأمور المستعجلة طلع حكم، وبعدين يا ريس الدولة اللي مش بتحترم أحكامها بتدعو الناس للفوضى. تنفيذ أحكام القضاء وقيام الدولة باحترام أحكام القضاء هو مدخل للدولة القوية. اللي احنا شايفينه أمام مظهر من مظاهر الدولة الضعيفة. لان ايه الرساله اللي انت بتقولها للناس لما عندك احكام قضائيه واجبه النفاذ بتمتنع عن تنفيذها؟ مجلس الوزراء بيتجاهلها وبيبعتها للبرلمان، وده في امر مهم في قضيه وطنيه تختص بالجزر وتختص بسمعه الجيش المصري وسمعه الشعب المصري. ودي الرساله اللي مجلس الوزراء وهذا النظام بيوجهها للشعب المصري، ان احكام القضاء من وجهه نظر هذا النظام ليس لها قيمه. لكن احنا بنؤكد احكام القضاء لها قيمه، وهنتمسك باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وعلى الشعب المصري أنه يحافظ على الجزر بتاعته ويحافظ على أرضه. لسانهم طيب.